أزول في اللون. سيلينا غوميز حلقت شعر رأسها. كلنا نعرف أن سيلينا غوميز تحب تغيير قصة شعرها أو لونه من فترة إلى أخرى. كنا قد ألفناها بالشعر البني أو الأحمر الداكن أو الأسود، لكنها فاجأت الجميع بالشعر الأشقر في نوفمبر الماضي على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكي. بعدها وبعد مرور أقل من شهرين، وبعد أن قيل أن جاستن لم يحبها باللون الأشقر، فاجأتنا بتغييره إلى اللون الداكن بينما كانت تستمتع مع حبيبها وصديقاتها بالشمس والبحر في المكسيك. كانت فيما مضى تضع الكثير من الشعر المستعار الطويل أو المدرج. Chic hairdo. I love your hair, Selena. So funny. I was wearing different wigs. I was trying on. لكنها وبعد أن أصيبت بالمرض أصبحت تظهر بشعرها القصير معظم الوقت، لتفاجئنا في أسبوع الموضة بحضورها كسفيرة لعلامة كوتش وهي ترتدي باروكة بنية اللون، وتراوح رد فعل الفانز بين من أحبها ومن يفضلها بالشعر القصير الطبيعي، لتعود بعد ذلك إلى شعرها القصير، وأصبحنا نشاهدها به في معظم طلاتها سواء الخاصة أو العلانية. Open. Ooh, cute. لكن الإطلالة التي صدمت الناس قبل لحظات هي الأكثر جذرية لها لحد الآن، ففي حدث يحتفل بشراكتها مع بوما في ألمانيا ظهرت وهي حليقة الشعر خصوصا أسفل الرأس في شكل مثلث جزء صغير وراء رأسها كما تشاهدون. وأضافت ديلا حصان هذا الإبداع من طرف مصففي الشعر ماريسا مارينو وتيم دوينس. ماريسا أكدت أن سيلينا تبقيها على أطراف أصابعها وطلبت منها القصة في آخر لحظة. كانت سيلينا قد قالت لمجلة فوغ عام 2016: أحد أهم الأشياء بالنسبة لي هو شعري، لقد كنت أهتم به دائما وأحب كيف أن أمي علمتني كيف أعتني به بنفسي، إنه يمر بالكثير يوميا لذا أحب أن أجعله صحيا، أحب استعمال الرذاذ عليه كثيرا لأني لا أحس أنه مضر، وأحيانا أحب النوم بمزيج الملين عليه. يذكر أن سيلينا هي وجه العناية بالشعر لبانتين، لذا ليس غريبا أن نشاهدها بعدة تغييرات كل فترة. My hair is strong. Can it stay smooth? The all new Pantene. هناك الكثير منكم يسألوننا كيف كبرت شعر رأسها أو هل قصت؟ الجواب هو لا، كل ما في الأمر هو أنها تركب خصلات شعر طويلة أو ما يسمى بالهير إكستنشن على شعرها الحقيقي القصير، أو أحياناً تفضل وضع باروكة أو ويج وهي تغطي كل الشعر الأصلي للشخص. ما رأيكم باللوك الجديد؟ هل أحببتموها به أم تفضلونها بشعرها القصير؟ اتركوا لنا رأيكم في تعليق. شكراً لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك على القناة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسوا التفاعل معنا في المنتدى، نحبكم!